ما طولش جوه لانه بيت الشيطان. ده الخلق، ما طولش جوه. اخواننا اللي بيخش معاهم الجرايد والمجلات داخل الحمام ده بيت شيطان. والنهارده المصيبه اللي داخل لي باللابتوب، وقاعد لي باللابتوب جوه وفاتح على الانترنت بينط على ايه جوه، ده انا مش فاهم. اطلع الله يعزك، اطلع بس الاول وبعدين شوف انت عايز تعمل ايه. ده بيت ده بيت الشيطان، ما تطولش. وبعضهم بيخش بقى معاه القهوه الصبح يقول لك بحب اشربها على الريحه، ده موضوع تاني يعني. انما نخش بسرعه الحمام ونطلع من الحمام. تطلع برجلك لايه؟ اليمين. خلق. طب هنبتدي ناكل. بعض الاخوه بياكلوا بنظام المغرفه واللوحه وضارب كوريك في الرز، الله يعزك. بتشرب لا تتنفس في الاناء، يعني لو انا بشرب اتنفس على 3 مرات كده اهو بره، مش يبقى عمال يفع صواريخ في الكوبايه. تتنفس بره خارج الاناء. لما بتيجي تتاوب حط ايدك على بقك. معرفش في بعض الناس لما بيتاوبوا يفتح بقه زي ما يكون بيوريك درس العقل، وبعدين يعمل مزيكا موسيقى. ايه في ايه؟ مش عارف. اقفل بقك، الله يعزك. من خلق المسلم ان يحط ايده على بقه يدفع التوبان الاول. يعني انا جاي بحاول اتاوب كده، طب خلاص مفيش فايده هتتاوب، حط ايدك على بقك والا الشيطان يبول فيك في بقك. الشيطان يبول. حد عايز الشيطان يتبول في بقه؟ مش مصدق؟ طب بص، الواحد يكون بيتاوب وما حطش ايده على بقه هتلاقيه بيعمل كده. واضح؟ خيبة كبيرة، بيستطعم هو.